امرار. قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساوش ابونوا معنا في لاشين وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد من قناتكم جياوية بريس. ونفتتح هذه التظاهرة بآيات قرآنية للأستاذ منظور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. المصالح السيدان ممثلا مؤسسة الفاطمة، السادة المفتشون، السيد رئيس مكتب الامتحان، السيدة رئيسة مكتب الاتصال، السيد رئيس جمعية أمهات وآباء التلاميذ، السيدة والسادة المديرون، الطاقم الإداري والتربوي وتلاميذ المؤسسة، الإخوة ممثلو الصحافة، الحضور الكريم. يشرفني باسمي الخاص ونيابة عن الطاقم الإداري والتربوي وتلاميذ المؤسسة أن نرحب بالجميع في مؤسستنا، ولنا الشرف في احتضان توقيع اتفاقية الشراكة بين المديرية الإقليمية المحمدية ومؤسسة فاطمة. التاريخية لحظة توقيع اتفاقية الشراكة مع مؤسسة فاطمة في مجال المواكبة التربوية. إذا اتفاقية الشراكة اليوم كانت مع مؤسسة فاطمة اللي هي الشراكة على الصعيد الوطني، وكانت مديرية المحمدية هي أول مديرية غتوقع هذه الشراكة واللي كتهدف إلى المواكبة التربوية والدعم المدرسي لفائدة التلميذات والتلاميذ، وبالخصوص اللي يجدون بعض التعثرات في المواد الدراسية. كتهم الأسلاك الثلاث الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، واللي غادي تكون التمويل ديال يعني هذا الدعم المدرسي غادي يكون من طرف مؤسسة فاطمة، ومديرية المحمدية هي السباقة في هذه العملية ديال الدعم المدرسي. كانت هناك اتفاقيات مدعومة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جمعيات متعددة فيها أطر تربوية وازنة واللي يعني حسنت النتائج. إذا نتمنوا باش تكون هذه الشراكة مثمرة وباش تساهم في يعني في تحسين تعلمات التلميذات والتلاميذ، وبالتالي تحسين النتائج الدراسية ديالهم، اللي نتمنوا لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح طول المسار الدراسي ديالهم. هذه الاتفاقية اللي تم توقيعها اليوم في هذه الإعدادية هي أول لبنة أولى لتجسيد الاتفاقية الموقعة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي منذ سنتين، ونحن جد مسرورون أنا شخصيا أكثر لأنها تمثل لي لحظة استحضار بعض الذكريات القديمة من في هذه المنطقة ولا على صعيد العمل الجمعوي كذلك. ونتمنى أن تكون هذه اللبنة الأولى مدخلا لمزيد من الأنشطة ومزيد من التألق إن شاء الله، تحفيز التلاميذ على الجد والاجتهاد. اليوم هذا هو في إطار توقيع واحد الاتفاقية ديال الشراكة ما بين المديرية الإقليمية المحمدية وما بين مؤسسة فاطمة، وهاد المبادرة هذه هي جات نتيجة لعلاقة شخصية مع الإخوة الباكوري، وتم الاتفاق على اساس ان تكون الانطلاقه من اعداديه بن رشيق في عمليه المواكبه، مواكبه الدعم التربوي.